السؤال الآخر الذي قد يتوارد إلى أذهان الآباء والأمهات هو: في ظل التعليم الرقمي عن بعد، ماذا يمكنني أن أفعل لطفلي أو لابني؟ هناك عدة استراتيجيات يستطيع الوالدين القيام بها ليساعدوا أبنائهم لتخطي التحديات، وخصوصا الأطفال الذين لديهم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. ومنها أولا، لابد من تحديد مكان واحد لجميع الحصص أو الجلسات التعليمية والتأهيلية وحل الواجبات، حتى في وجود مدرس خصوصي أو تقوية يتم في نفس المكان المخصص، هذا من شأنه أن يساعد على نجاح العملية التعليمية. ثانيا، نشجع أن يخصصوا أيضا جداول فيها روابط لكل ما يحتاجه الطفل. قد يتطلب منهم الموضوع التواصل مع المدرسة للتعاون، مثلا جميع الروابط لكل الجلسات الحية أو المباشرة تكون مرتبة على حسب الأوقات المتوقعة لكل يوم. لماذا؟ لأن تباين المتطلبات والدخول والخروج من المواقع من شأنه أن يزيد التشتت لدى الطفل، ويمثل تحديات كبيرة لقدرة الطفل على التركيز. هناك أيضا شيء آخر يستطيع الوالدين القيام به، وهي وجود قائمة مرجعية أو أسبوعية أو ما يسمى بالتشيك ليست، أي أن يرتبون المهام المهيئة للطفل، لأن هذا يمثل تحدي، وعندما يكون هناك روتين تصبح حياة الطفل أكثر سلاسة، والتنظيم من شأنه زيادة التركيز. فيضع الوالدين ماذا يتوقع من الطفل لذلك اليوم، مثلا أنه رقم واحد الإفطار، رقم اثنين الدخول إلى غرفة الدراسة، رقم ثلاثة الفترة الأولى قراءة، الفترة الثانية راحة، الفترة الثالثة كتابة، وما إلى ذلك طبعا، وهكذا إلى انتهاء الوقت الدراسي. هذا يحفز الطفل، وأيضا نشجعه أن يشطب كل مهمة تنجز، فذلك يساعده كثيرا على التنظيم وبالتالي التركيز، يحفزه للصبر، يشعر بالإنجاز مع كل شطب لمهمة وهكذا. ويفضل أن تكون القائمة ورقة مطبوعة وليست ملف إلكتروني.